السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بصحة جيدة. رسالة عاجلة من الفقيه نسيب أسرة مغربية ونسيب حتى سعاد الخطيب ديال اليسرى، عطى واحد الرسالة لواحد صاحب قناة باش يوصلها لجميع المنتقدين، وكيوصلها حتى للنسيب ديالو الأب ديال اليسرى. هاد الرسالة اللي وجه هاد الفقيه هذا بغى ان هاد النسيب ديالو اللي هو الاب ديال يسرى ما يبقاش يجبدو في الفيديوهات ديالو، ما يبقاش يجبدو في اللايفات ديالو، لان هاد الانسان هذا حتى هو عنده حياته الطبيعيه، وكيف ما شفنا الاشاعات والهضره اللي تقالت عليه راه ماشي سهله، وطبيعه الحال التصاور ديالو تحطو في السوشيال ميديا، هاد السيد مشعويد، هاد السيد سحار، هاد السيد راه فقيه، هذاك الشيء كامل غيرجع عليه وغياديه في المستقبل ديالو، وحتى لا كان مع الزوجه ديالو والوليدات ديالو. داكشي علاش هو كما تنقولوا كذب كذبه، وبانت عليه وبغى هاد الانسان هذا ينسحب بدون مشاكل، وكيحضر كاع الناس القنوات باش يبعدوا عليه كيف ما هو غادي يلتزم الصمت ويعطي التقار. بغاهم حتى هما يعطيو التقار، وخصوصا النسيب ديالو، نسيب الاب ديال يسرى، بغاه ما يبقاش يجبدو في اللايفات ولا يقول اشنو قررت، واش غنعطيه، واش غنتناسب معاه، واش غنتصالح معاه، واش زعما في الاخر غيجي يقول فعلا هذاك السيد صدق مشعويد، صدق عنده الاولاد. خاف هو من هذا الشيء كامل، يزيد يتاكد الى طلع الاب ديال يسرى واكد هذا الشيء، غادي يولي هو يبان في النظر الناس المحيط ديالو في الجامع وداك الشيء اللي كيخدم فيه، غادي يبان هذا السيد نصاب ومشعويد، ما غاديش الناس يبقاو يثقوا فيه. بغى يتستر وبغى الستره، وكيف ما قال هذاك صاحب القناة انه بلوكا جميع الارقام اللي كانت بينه وبين هاد العائلة اللي كان كيهضر معاهم، باش يشد راحته وباش يبعد من هاد السوشيال ميديا. لو كان هاد السيد ما كانش فعلا عنده هاد الحقائق وعنده هاد الاسرار اللي تجبدوا عليه في السوشيال ميديا، ما كانش غادي ينسحب بهدوء ويبغي الراحة ويبعد على المشاكل، لان فعلا حس بضرر غادي يتضرر، وحس المشاكل غادي تبقى تابعاه، والناس ما غاديش تبقى تثق فيه. هو بطبيعه الحال حنا الا كان فقيه السمعه ديالو خاصها تبقى نقيه، الناس غادي يكون امام، خاصو الناس زعما يجي وراه باش يصليو مع واحد الامام اللي هو خاصو يكون زعما قدوه، خاصو يكون زعما سمعته نقيه، ماشي الناس تهضر عليه بحال هكا جاي باغي ياخذ بنت صغيره عندها 17 عام، خدامه في السوشيال ميديا وخدامه في اليوتيوب، بلا انه ناضوا شي قنوات وشي جبدوا واحد الاسر اللي كان كيمارس عليهم الشعوذه والسحر، وطلعوا وقالوا بلا دار لينا ودار لينا، وبالصوره ديالو وبالاسم ديالو خرجته هو طلع في واحد اللايف مع الزروالي وقال انا عندي ثلاثة ديال الوليدات، وفداني طلع في فيديو اخر كيخطف يسرى. بزاف ديال المشاكل اللي غتكون ضد هاد الانسان هذا، داكشي علاش قرر انسحاب بلا مشاكل وبغى راحه نفسه، وقال لهاد الانسان اللي عطاه هاد الرساله هذه حيت هو ما عندوش فين غيوصل الهضره ديالو، قال لي بغيت المنتقدين ما يبقاوش يجبدوني، لان كل واحد غيحط ويجبد اسرار، يحط الصوره ويجبد اسرار، فعلا غادي يكون عليه ضرر. وبالنسبه لنسابو حتى هما بغاهم يبعدوا عليه وما يبقاوش يجبدوه، صافي كانت غادي نتلاقاو في زعما في النسوبيه والزواج، ملي ما كاينش هذاك الشيء كل واحد يمشي في حال سبيله. نتمنوا الناس يبعدوا على هذا الانسان هذا، ونتمنوا حتى هو يصلح امره، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.